عني نادى عليك حد
Thank you.
Thank you.
السيدة والسادة الحضور الكريم. Ladies and gentlemen, distinguished guests, good evening. نعود لنجدد الذكرى، والذكرى لا تموت، هي قصة كتب لها الخلود. هو السيد المسيح وهي العذراء الجسمية. نروي حكاية فرد اختصها الله بالذكر في كل الكتب السنة، هي البلد الآمن التي جرى بعض من أحداثها هنا حيث نقل الآن. ويشهد علينا نيل العظيم واستكملت حلقاتها على امتداد أسبوع مناشدي أكثر من مكان تبارك بأقدام البشر، وهي تحمل رضيعها تستطلع الأمان في هذا البلد المبارك. واليوم ومباركة وتشريف قداسة البابا طهدروس الثاني بابا الإسكندرية بطريركة كرازة المرقصية، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نعود لنتنسم معا هذه الذكرى العطرة، ولنقول للعالم أن أرض الأنبياء كانت وتتظل مهد الأمن وموطن الأمان، مصر السلام التي حظيت بالوعد الإلهي مبارك شعبي مصر. Ladies and gentlemen, distinguished guests, we are here today to celebrate the immortal memory of the Christ and the Virgin Mary, and also to narrate the story of the land that God has mentioned in all of His holy books, the land of peace and safety, as described in the Quran and the Bible. Part of the story we narrate today took place here, where we are standing now, while the rest of the story took place in other parts in Egypt. Places that have been blessed by the steps of the Virgin Mary carrying her baby, seeking safety in Egypt, the land of peace. Today, with the blessings and attendance of Pope Tawadros II, Pope of the Coptic Orthodox Church of Alexandria, and under the patronage of His Excellency Dr. Mustafa Medbouli, the Prime Minister of Egypt, we are here to say to the whole world that Egypt was and always will be the land of peace. الآن اسمحوا لي أن أعطي الكلمة لنيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، فليتفضل. Ladies and gentlemen, please welcome His Grace Bishop Daniel, Bishop of Maadi Churches and its territories, and the Secretary of the Synod. صاحب القداسة والغبطة البابا الأنبا طهدروس الثاني، أصحاب المعالي السادة الوزراء والسادة السفراء، أصحاب النيافة الأساقفة والأباء الكهنة، الحضور الكرام، أرحب بكم اليوم في هذه البقعة من الأرض المصرية التي تفصل بين مصر السفلى ومصر العليا حسب التوصيف الفرعوني القديم لنهر النيل الخالد الذي ينحدر من الجنوب إلى الشمال. وقد كانت هذه الكنيسة هي نقطة الفصل في رحلة العائلة المقدسة القادمة من وجه البحري ومتوجهة إلى وجه القبلي الهادئ والآمن مثل هدوء النهر العظيم. وإذا كان أجدادنا الفراعنة قد عبدوا عن جهل الله الواحد في صور تماثيل وحيوانات وأشكال من الطبيعة، فإن مسيرة السيد المسيح في ربوع مصر قد أسقطت هذه الأصنام بداية لعصر جديد للإيمان بالله الحقيقي في صورته الروحية. وإذا كان هذا النهر يحمل الخير والحياة للساكنين حوله، فإن مسيرة العائلة المقدسة قد حملت حياة الإيمان الحقيقي لكل من استقبلها بالترحاب. وبركة هذه الرحلة تتجدد الآن بعناية جادة من الجمعيات والأفراد المهتمين بهذا المسار
أملين أن يكون الخير القديم ممتدا لكل المقيمين حول النهر في العصر الحديث كما كان في القديم. وفي هذا السياق أشكر باسم الكنيسة وباسم قداسة البابا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أوصى كثيرا للاستفادة السياحية من هذه الزيارة التاريخية، كما أشكر دولة رئيس مجلس الوزراء وكل أعضاء وزارته لحضورهم اليوم والذي يدل على وعيهم الكامل بفعاليات نهضة بلادنا المحبوبة. وأشكر السادة السفراء لحضورهم وأرجو أن يحققوا السعي الجاد لقداسة بابا روما باعتبار مسار العائلة المقدسة مركز للتبرك الروحي. أما عن الكنيسة المصرية فإن قداسة البابا طوادرس الثاني في وعي كامل باحتياجات بلادنا الاقتصادية قد حضر جميع الاحتفالات التي أقيمت لهذه الغاية هذا العام دافعا للاقتصاد المصري. فالكنيسة دائما تقف خلف الشعب المصري العظيم مساندة للدولة في مشروعاتها المفيدة. وأخيرا أشكر جمعية محبي مصر السلام والأستاذ هاني عزيز على اهتمام بهذه الاحتفالية وتعبهم في تنظيمها في الأسابيع الماضية، كما أشكر كل الجمعيات الممثلة والأفراد المهتمين بمسار العائلة المقدسة، وأتمنى أن تزيد هذه المجهودات لخير بلادنا العزيزة. أشكركم. شكرا لنيافة الأنباء دانيال أسقف المعادي وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس. Thank you to His Grace Bishop Daniel, Bishop of Maadi Churches and its territories and the Secretary of the Synod. السيدات والسادة الضيوف الكرام، ندعو حضرتكم الآن لمشاهدة فيلم بعنوان مصر السلام، سيناريو والكلمات الأستاذة داليا إيميل وإخراج الأستاذ Joseph Nabil. We now invite you to watch a short film titled Egypt, the Land of Peace. It is written by Dalia Emil and directed by Joseph Nabil. Egypt Air announces the arrival of its flight to Cairo International Airport. Welcome to Egypt, the Land of Peace. تعلن شركة مصر للطيران عن وصول رحلتها إلى مطار القاهرة الدولي. أهلا بكم في مصر السلام. Welcome. Thank you. Welcome to Egypt, sir. My name is Karim Al-Hussein. Thank you. I'm so excited. أخيرا بقيت في مصر. تكلم عربي. ومصري كمان. كمان. صباح الفل. قشطه. عارف انا اتولدت وعشت عمري كله برا مصر، بس جذوري مصريه، بابا وماما. تيتا كانت عايشه معانا في البيت، عمرها ما بطلت تتكلم عن مصر، تحكي لي عن مصر وعن افلام مصر. هي اللي علمتني عربي. بقالي 15 سنه بشتغل مرشد سياحي، كل مرة بطلع مع جروب واكلمهم عن مصر بحس ان انا نفسي اول مرة اشوفها. And finally I'm here in Egypt, the land of peace. اطلع بينا زكريا على وسط البلد على الفندق. سميرة مين؟ لا استنى زكريا، في مشوار مهم قوي لازم اعمله الاول.
هنا في المعادي محطة من محطات مسار العائلة المقدسة في مصر. من هنا أخذوا المركب في النيل وراحوا على الصعيد، وتمر سنين وتبني كنيسة في نفس المكان، كنيسة على اسم العذراء اللي شافت في مصر الأمان. وتفضل العذراء المعادي أيقونة على شط النيل تشهد عن مسار العائلة المقدسة من جيل لجيل. وسنة 1976 صفحة جديدة، معجزة عجيبة، شهادة لكل عصر، إنجيل على وش المية مفتوح على وعد مبارك شعب مصر. Thank you.
عشان تزور كل معالم مصر السياحية انت محتاج تقعد معانا شوية حلوين، بس انت عشان زيارتك المرة دي صغيرة احنا هنكتفي ببعض الاماكن. بص، واول حاجة هنبتدي بيها، طب بقول لك ايه، ما تيجي نبص على الابليكيشن وهو اللي هيقول لنا هنبتدي فيه. يلا وبيجري فيها مين، دورت فيكي لما تاه عقلي نفسي ألقى دليل، وش معنى فيكي النيل حبى وغنى وشب وترعرع في أوطنة، نفسي في جواب للمسألة لو بس حد يقول عن مجد طالع للسما من أهراماتك دول، خوفه وخفرع منقرع والكل مجد اصول، لو بس تنطق سرها وتقول لي ابو الهول، ابو الهول حارس امين شاهد لتاريخك يا مصر، مصر اللي بهرت العالم باثرها، مدرسه لكل الثقافات سبقت الدنيا بحضارتها علوم فنون وتقنيات. اللي يزور مصر السلام بيدوق حلاوة السهر، بهجة الأمسيات وليالي يسبح فيها القمر، مصر القديمة الملهمة فيها التاريخ فيها العبر، شارع المعز خان الخليل محراب لكل الفنون، سهرات شرقية وطرب على صوت العود والقانون بين المساجد والمباني القديمة، ودايما يا مصر جميلة وعظيمة. Welcome to Enemies at the Fonseca, how can I help you? أرجوك help me. في حاجة باسم مستر مايكل؟ أيوة. هك أول مرة تشوف نفسي مراميل؟ للأسف أول مرة جي مصر. إن شاء الله هذا ما يكونش آخر مرة. أكيد مش هتبقى آخر مرة. شكل الأبليكيشن اللي معاك دي هتعرفنا حاجات كتير أوي. معالم مصر السياحية كتيرة ومختلفة، آثار وتاريخ وحضارة وسهرات شرقية بطعم الأصالة وكمان سياحة دينية. وريني كده. ايه بقى مجمع الاديان اللي في مصر القديمه؟ بص يا سيدي، على مر التاريخ حضنت عقائد واديان، وفي كل ركن مزار يزور ويقصد الانسان، هو مجمع الاديان في مصر القديمه اليهودي والمسيحي والمسلم حيلاقوا اثرهم عظيمه، ابو سلكه محطة في مسار العيلة الكبير، فيها سكن كنيسة المغارة وشرب من مية البير، والكنيسة المعلقة تحفة معمارية فوق حصن بابليون على صفحة المية، منطقة السبع كنايس فيها بركة جمع كل الأديان، ما هو الوطن للكل والدين وله ديان. Thank you.
مهما كان الحل هتقسى يلي بتشق البحور مهما كان الارض ضلمة السماء مليانة نور مهما كان الحل هتقسى يلي بتشق البحور مهما كان الارض ضلمة السماء مليانة نور زي ما اجانتنا حمية العظام من كل وادي تحيا تنطق تنحني لك تعطري باسمك يا فادي روحك القدس يجمع العظام من كل وادي تحيا تنطق تنحني لك تعطري باسمك يا فادي في الطريق فطرح ذنوبي ذنب آبائي وولادي يا رحيم القلب اغفر واستمع لرب بلادي مالك بلادي مالك بلادي يا سامع الصلاة تدلو كل البشر في الخيام يعلاه سفنة نرفع العلم السماوي الرب بيجهز نصوصنا والعدو جرابه خاوي خيام يعلاه سفنة نرفع العلم السماوي الرب بيجهز نصوصنا والعدو جرابه خاوي ينهض النايم ويسمع ان ده انتم شهودي كلنا من قلب واحد نصر بارك بلادي بارك بلادي بارك بلادي يا سامع الصلاة تدلو كل البشر مصر دي متباركة من آلاف السنين علشان كده أنا عايز أروح الزيتون كله موجود عندي هنا على فكرة بص يا سيدي وفي الزيتون العذراء بركة مصر بزيارتين الأولى مع العيلة المقدسة وعاشوا فيها آمنين والتانية كان تجلي نوراني بهر العالم عام 68 ظهرت
بعد نكسة تدي فرحة ورسالة سلام وتطيب خاطر شعب عشرة جدوده سنين ويام، ويشهد التاريخ على آيات ومعجزات أم النور، ومن يومها بقت كنيستها مزار، وصار بينها وبين زوارها حكايات وأسرار، اللي جاي من بعيد واللي جاي من قريب، مسلم أو مسيحي، والكل للعذرة حبيب. مسار العائلة المقدسة ده لوحده رحلة، لأنها بركة مصر من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها. يا بخت شعب مصر بأرضه، يسوع بارك أماكن كتير قوي فيها، من الفرمة لتل بسطة، من الشمال للجنوب عانت العيلة المقدسة، وكانت رحلة طويلة. وسط أهل مصر الطيبين كلوا من خير أرضها وشربوا مية نهرها، وعلى أرض مصر كانت أول خطوة للطفل يسوع اللي بكفه نبش أرضها واتفجر الينبوع. مسطرد، شجرة مريم، جبل الطير، المحرة، درونكا، كنوز بركة وخير من بحر الإبلي في مراكب نيلية، أصفار نهرية وليلية، وفي وادي النطرون عاشوا وصار ليهم بيت، عاش على أثر خطاهم رهبان برية شهيد، دير الأنبا بشوي والبراموس والسريان زورهم طالبين بركة، جايين من كل مكان. فتح
احضانه ضم الطفل يسوع ورعاته ضل شعب فتح احضانه ضم الطفل يسوع ورعاته مهما تمر سنين وتعدي شايل ليهم مكان في السماء ليك يا مصر زمان هربان ليك يا مصر زمان هربان لصغيرا هو وعدته تارك أرضي تارك شعبك عاش قلبي شبعان ببراءته ليك يا مصر زمان هربان هو وعيلته تارك أرضي تارك شعبك عاش قلبي شبعان ببراءته بعد بكرة هنبدأ بإبني ومن الأقصر لفين أقصر بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفتح وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح وتسيب بلدنا أقصر بلدنا بلد سواح فيها نكمل بقى في خط الصعيد ولا في الأقصر؟ طبعا نكمل. انا عايز اشوف المكان اللي اتحققت فيه نبوءة العهد القديم اللي بتقول في ذلك اليوم يكون مذبحا للرب في وسط ارض مصر. تمام، يبقى نرجع من الأقصر لأسيوط. اسيوط. تمام. مبارك شعبي مصر، وانتهى المطاف بالعيلة المقدسة في جبل قسقام في نهاية
رحلة الهروب لمصر، أرض السلام. على أرضك يا مصر مذبح مرفوع عليه صلوات، ومكانه صبح دير نبع للخير والبركات. وفي رحلة الرجوع راحت درمكة عيلة يسوع، مغارة جوه الجبل ارتاحوا فيها، صارت مزار يقصدوا المصري والأجنبي وكتير من الزوار. المحطة الأخيرة كانت دير السيدة العذراء في درمكة. العائلة المقدسة أقامت في دير المحرة أكثر من 6 أشهر، وظهر الملاك ليوسف في الدير المحرة إنه يرجع إلى أورشليم. فراحوا أسيوط علشان ياخدوا المركب من أسيوط، فأقاموا في دير السيدة العذراء بدرونكا عدة أيام. في فترة الفيضانات زمان قبل السد العالي كانت المية بتغطي البلاد، وكانوا جوه البلاد بيركبوا المراكب، وكانوا بيعودوا في المغاير في الجبل. عشان كده واضح انه في رحلة العودة كان في فترة الفيضانات، عشان كده طلعوا وقعدوا في المغارة، مغارة السيدة العذراء بديرها بجبل درونكا. مكثوا عدة ايام وباركوا المكان. تفتكر بقى هنلاقي وقت للفسحة مثلا في جمام؟ لا دي بقى خليها مفاجئتي في جنوب سيناء. اما لو شفت الاماكن دي على الطبيعة هتقول ايه؟ ده انت هتشتاق لها اكتر كمان. انا عارف ان انا سهرتك، يا دوب بقى تلحق تنام عشان انا عارف انك تعبان، وعشان نبدا رحلتنا من الصبح بدري. انا حاسس ان دي هتبقى اول واخر ليله في رحلتي ممكن هنام فيها براحتي، بعد كده خساره ان الواحد يضيع الليالي في النوم. ما تنساش تبعت لي اللينك بتاع الابلكيشن والسايت كمان. مصري اللي عايشة في قلبي وقلبي عايش جواكي، حبك يسري في دمي ونفسي هو هواكي. مصري اللي عايشة في قلبي قلبي عايش جواكي، حبك يسري في دمي ونفسي هو هو هواكي. يا ريت شريكي في همي، لكن حياتي فباكي، ولو تنادي يا أمي أهم لبي إداكي. جايز تشاركي في همي، لكن حياتي فداكي، ولو تنادي يا أمي أهم لبي إداكي. تمسك قدومي وتروي فيها الحياة، بقولك خايف تقولي تقولي قبولك فيها أرضك. تمسك قدومي وتروي فيها الحياة، بقولك خايف تقولي تقولي قبولك فيها. رغم اللي الشر عماها، وهتبقي دايما قوية، ده اللي بركك الإله. أنا عارف إنك هتبقي رغم اللي الشر عماها،
حبك تلمس البعيد عليك يحلى منه يبات في قربك قلبه مشتاق للي فيك لما تشرق شمس حبك تلمس البعيد عليك يحلى منه يبات في قربك قلبه مشتاق للي فيك انتي امي بيتي بيه بس حبك للغريب بيلاني امان وخير بهواكي روحه تطير انتي امي بيت كبير فتح حضنك للغريب فيه يلاقي امان وخير بهواكي روحه تطير دي مصر أرض الحضارة وأرض التاريخ أرض السلام and this is Egypt the land of history the land of civilization the land of peace السيدات والسادة الحضور الكرام اسمحوا لنا أن نتقدم بكل الشكر والتحية لكل القائمين على هذا العمل وأن نخص بالتحية أعضاء الكورال الشباب من كورال كنيسة العذراء في المعاد special thanks go to all the artists and participants who took place in this great film that we have watched together and special thanks go to the choir of Virgin Mary's Church in Ma'adi. والآن مع كلمة دولة الدكتور معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والتي تلقيها نيابة عنه معالي وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط فلتتفضل. His Excellency Dr. Mustafa Madbouli's speech, the Prime Minister, and it will be delivered on behalf of him by Her Excellency Dr. Rania Al-Mashad, the Minister of Tourism. قداسة البابا تواجد الثاني بابا الأسكندرية وباتريارك الكرازة المرقسية السيدات والسادة الحضور الكريم يشرفني أن أكون بينكم نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي للمشاركة في احتفالية مصر السلام مبارك شعب مصر وأن أنقل تحياته وتقديره لقداسة البابا تواجد الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولجميع الحضور الكرام إنه لمن دواعي سروري أن أكون في هذا المكان الذي يحمل قيمة ومكانة روحانية كبيرة لنا جميعا مسلمين ومسيحيين فكلنا مصريون وكلنا نعتز بهذا المكان مكان الذي مكثت فيه العائلة المقدسة وباركته لقد عاش السيد المسيح عيسى عليه السلام في مصر أكثر من 3 سنوات وفي كل مكان مكث فيه بدءا من شمال سيناء مرورا بالدلتا ووادي النطرون ثم القاهرة والمنيا وأسيوط بنيت كنيسة لتخلد هذه الذكرى العطرة وكنيسة السيدة العذراء التي تستضيفنا جميعا اليوم تعد واحدة من أهم النقاط التي مرت بها العائلة المقدسة في رحلتها في مصرنا الحبيبة السيدات والسادة أود أن أؤكد لكم أن هذه الاحتفالية تعكس حقيقة راسخة وهي أن مصر كانت وستظل دوما أرض السلام والأمان
فكما كانت ملاذا للسيد المسيح عليه السلام وأمه السيدة العذراء، فهي تفتح ذراعيها دوما لجميع ضيوفها، ترحب بهم وتظلهم في أجواء من الأمن والأمان. الحضور الكريم، إن هذه الاحتفالية أيضا تعكس دور المنظمات المجتمع المدني في تعزيز جهود الحكومة بوجه عام، حيث تسلط هذه الاحتفالية بوجه الخصوص على أحد المشاريع السياحية المهمة في مصر، وهي مسار رحلة العائلة المقدسة. لقد باركت العائلة المقدسة أرض مصر عندما لجأت إليها، وما زالت نفحات تلك الرحلة المقدسة تملأ كل بقعة مرت بها. ختاما، أتقدم بخالص الشكر لجمعية محبي مصر ولجميع القائمين على هذه الاحتفالية، وأتأمن لهم جميعا دوام التوفيق والنجاح. دعي الله أن تظل مصر دائما وأبدا أرض الأمن والمحبة والسلام. أشكركم جميعا على حسن الاستماع. شكرا. شكرا لمعالي الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة على هذه الكلمة. والآن مع كلمة السيد هاني عزيز أمين عام جمعية محبي مصر السلام. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Hani Aziz, the General Secretary of Egypt Peace Lovers Organization. Mr. Hani Aziz, the floor is yours. فليتفضل. مساء الخير على حضراتكم جميعا. الحقيقة المخرج قال لي لازم تقرأ من ورقة، وانا المخرج ده عشان تعب كتير قوي، فانا اضطريت اسمع كلام. قدسة البابا تودروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المركسية، نيافة الحبر الجليل الانبا دانيال اسقف المعالي سكرتير المجمع المقدس. الحقيقة لازم أشكر دولة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ربنا يوفقه في مهمته اللي هو فيها الآن، لأنه تفضل ومنح الرعاية للجمعية لإقامة هذه الاحتفالية. وأشكر الوزيرة الجميلة والدؤوبة الوزيرة رانيا المشاط وزير السياحة، والتي نستبشر خيرا في عهدها لإنعاش السياحة بشكل عام، ومتمنين السياحة فعلا تعود لما قبل. ونقطة بداية في السياحة أحد نقط مسار العائلة المقدسة في هذه الكنيسة المباركة. بشكر معالي السادة الوزراء والمحافظين، بشكر سعادة السادة السفراء وممثلي الدول، أصحاب النيافة، الأحبار الأجلاء والأباء الكهنة. السيدات والسادة، يسعدني في بداية كلمتي أن أتقدم الشكر لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية على مباركته ومساندته الكبيرة لإقامة هذه الاحتفالية الضخمة، ودعمه المعهود في دعم كل ما هو خير لبلادنا الحبيبة مصر، وكذا دولة السيد الدكتور مصطفى مدبولي الذي يغيب عنا اليوم لسفره في مهمة وطنية خارج البلاد، والذي أناب عنه دولة معالي السيدة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة. وأشكر صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، الذي بذل جهدا كبيرا جدا جدا معنا ليالي طويلة، وكانت آخرهم امبارح، وأبونا ستفانوس قاعد معنا غد الصبح في المونتاج ورعى كل لحظة في هذه الاحتفالية. كما أتقدم بالشكر لمعالي السيدة الدكتورة إيناس عبد الدهي وزيرة الثقافة على جهودها الكبيرة ممثلة في دار الأوبرا المصرية، والتي نثق بأن يصبح في عهدها هو عهد الثقافة والتنوير. وأيضا معالي السيد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الذي قدم دعما كبيرا لنا في المراجعة الدقيقة للمادة الأثرية والخاصة بالأبليكيشن، وكذلك إتاحة التصوير في الأماكن الأثرية في طول وعرض مصر. الحقيقة مش عايزة أقول كلمتي كتير، بس أنا لازم أشكر السيد وزير الكهرباء اللي هو دعمنا النهاردة حتى لا يعني يكون في أي أخطاء. العديد والعديد من الجهات الحكومية التي وفرت لنا كل جهد ودعم، الكاتب الصحفي الدكتور ضياء أسوان رئيس هيئة الاستعلامات
فبالرغم من انشغالاته الكبيرة إلا أنه وجه بالاهتمام الكبير لما تمثله الاحتفالية من أهمية دوليا ومحليا. وكذلك السيد محمد الإمام رئيس غرفة العملية بالهيئة الاستعلامية. وأشكر كل المراسلين الأجانب اللي حضروا معنا، وأنا أزعم أن دي من أوائل المرات اللي يكون هيئة الاستعلامات ممثلة في هذا الحدث. والحقيقة احنا بنعول كثيرا جدا على هيئة الاستعلامات أن تنقل الصورة الحقيقية لمصر. الحقيقة بقى يعني طولت، معلش زوريني في الشكر. أتحدث إليكم اليوم من أجمل بقاع الدنيا وأقدسها، هذه البقعة التي بركتها العائلة المقدسة في رحلة هروبها من بطش هيرودس الملك، وشهدت المعجزة الإلهية عندما التقط الكتاب المقدس مفتوح على صفحته آية: مبارك شعب مصر لتصبح مصر عهدها حاضنة الأنبياء ومهد الأديان. أتحدث إليكم ونحن نحتفل بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، ولكن بمذاق مختلف. فبعد إقامة الاحتفالية الأولى عام 2000 بمباركة مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث من يحلى روح الطيبة، وفي عهد الوزير السياحة الراحل ممدوح البزلاجي، والذي أؤكد أنه كان صاحب اللبنة الأولى لهذا الهدف الهام وشارك فيها الكثير من المهتمين، ومنهم السيد منير غبور وجمعية نهرة والراحل الدكتور ثروت وسيلي وجهودي المتواضعة، وقام بالإشراف العام والإخراج الفني العملاق الراحل محمد نوح. الحقيقة كان بيقعد هنا مع الأنبا دانيال والأباء ليل نهار، والوزير رحمه الله كان ليل نهار في هذا المكان عشان الصورة تطلع في الألفية وللعالم كله من هذا المكان. وأخرجها المخرج المعروف عمر زهران فنيا. ثم أتى عام 2013 عندما أقامت جمعيتنا جمعية محبي مصر السلام احتفالية ضخمة، وذلك بتوجيه من قداسة البابا المعظم البابا تواتروس الثاني، وذلك بعد شهور قليلة من تجليس قداسته على كرسي القديس مرمرقس الرسول. وقد أصر قداسته أن تقام الاحتفالية في موعدها 1 يونيو بالرغم من تواجد قداسته بالخارج، إلا أنه كان معنا بروحه ومحبته وتفضله بتسجيل كلمة افتتاحية للحفل. ثم يأتي العام الماضي وبعد أن وضعت جمعياتنا اللمسات الأخيرة للاحتفالية حصل حادث المعروف للجميع، حادث المينيا، وكان فعلا يجب أن احنا نتخطى الحادث ونقعد نشتغل إلى أن وصلنا لليوم اللي احنا فيه دلوقتي. الحقيقة أنا بشكر الوزير ياسر القاضي اللي هو يعني تعب معانا في الابليكيشن اللي احنا عملناه، وأنا بعتبر أن الوزير ياسر القاضي من الوزراء المتميزين جدا، وإحنا هنستكمل مع الوزير عمرو طلعت الوزير الحالي، لأن قطاع الاتصالات الحقيقة اتبنى على أصول جيدة، وأنا أتوسم خير في المهندس عمرو طلعت هيكمل مسيرته. ومن إحدى هذه المهام الابليكيشن اللي هيتعرض على حضراتكم دلوقتي. الحقيقة أنا بقول إن دايما دور الجمعيات الأهلية بقيادة معالي السيدة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللي اعتذرت النهاردة لظروف طارئة، الوزيرة الجادة والمتميزة والمدركة لدور حقيبتها الهامة والحريصة على أن تكون منظمات المجتمع المدني شريكا أساسيا لمؤسسات الدولة. الحقيقة النهاردة لازم أشكر 2 موجودين معنا: الأخ الصديق عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الصوفية في مصر ورئيس اللجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وأشكر أيضا الدكتور طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية في مصر، بشكرهم على حضورهم. أستاذ حضور، إن هذه الانطلاقة والتي أؤكد أنها ستساهم بشكل كبير في قطاع السياحة بشكل عام والسياحة الدينية بشكل خاص، إنما هي استكمالا لما تقوم بالدولة من مجهودات كبيرة لرفع من شأن بلدنا العظيمة التي نرجو لها كل خير ونماء. السيدات والسادة، أختتم كلماتي بالشكر والعرفان لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية والذي أصدر تعليماته بالاهتمام الكبير بهذا الملف وتسخير كل سبل الدعم لوعي الكامل بما يمثله من أهمية كبيرة محليا وعالميا، وكذا دعمه الدائم لدور المجتمع المدني. ولا يفوتني أن أشكر دولة السيد المهندس شريف إسماعيل الحقيقة، هذا الرجل الذي تحمل الكثير والكثير في ظروف صعبة جدا جدا، فلازم نحييه في غيابه. ولا يفوتني أن أشكر كل اللي ما ساهموا في ملف العائلة المقدسة، لأن أول ما اعتلت الوزيرة غنية المشاط كان عندها من الحنكة والوعي أن تشرك زمايلها في الوزارة، وزير الداخلية، وزير الآثار، وزير التنمية المحلية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل. وطبعا اللجنة دي مستمرة للآن، لأن أنا بتصور أن اللجنة دي مهمة جدا جدا، وأنا شايف أن بدأنا خطوات إيجابية إن شاء الله وهتكمل يعني. وينبغي أن أتقدم بالشكر للجنود المجهولين والشريك الأصيل لهذه الاحتفالية، ممثلة في معالي وزيرة الثقافة، والتي كلفت دار الأوبرا بتوفير كل الدعم للاحتفالية، وتحديدا المهندس ياسر شعلان دينامو الحفل. انتهز هذه الفرصة لأهني سيادة اللواء محمود توفيق على منصبه الرفيع وزيرا للداخلية، وأشكر كل رجال الشرطة اللي سهروا معنا الأيام الماضية وإلى الآن وإلى مغادرتنا هذا المكان. اسف للاطاله، بس اسمحوا لي ان انا هقدم اليكم الابلكيشن اللي هتشوفوه حضراتكم الان. انما ليا طلب، وده طلب مجتمع المدني. احنا في نقطه مهمه في مصر وعلى نيل مصر، وصفحه من الكتاب المقدس قالت الجمله الرئيسيه فيها مبارك شعبي مصر. المكان ده ما اعتقدش ابدا ان في سائح في الدنيا هيقدر يزور 25 نقطة، وبالتالي لازم نعمل من هذا المكان النقطة الأولى. وإحنا بجوار هذا المكان في أرض مملوكة للدولة، فإحنا لو عملنا هذا المكان النقطة الأولى وعرضنا بانوراما في هذا المكان، هو يختار السائح من خلال الابليكيشن، هيطلع من هنا الأقصر، هيطلع من هنا لأي مكان آخر، فهتبقى بسهولة ويسر. واحنا عندنا مقاصد سياحيه متعدده جدا، والبلد الوحيده اللي في العالم اللي فيها كل انواع السياحه في مصر. فاحنا بنطلب هذا الطلب من خلال المجتمع المدني، وانا عارف ان الدوله يعني احنا شريك، المجتمع المدني شريك مع الدوله في كل شيء. ليس دور المجتمع المدني غير انه يكون شريك، قبل كده ما كانش عمره كان شريكا. احنا بنطالب ان المجتمع المدني يكون شريك. وواحد ستة من كل عام تبدأ الاحتفالية من هذا المكان، وكل واحد من أول شهر 7 و8 و9 يستقبلها المحافظ في حدود محافظته معلم من أثر من أثار رحلة العائلة المقدسة. وإحنا معنا السادة المحافظين الجديين موجود، نحيي المحافظين الحقيقة اللي بيبذلوا جهد كبير جدا في مصر. واكيد كل محافظ عنده جمعيات اهليه هو بيطلب منها وعارفها بالاسم. واشكر دوله رئيس الوزراء الاسبق ابراهيم بيه محلب، لانه اجتمعنا معه جمعيه محبي مصر السلام في وجود الوزيره غاده والي اكثر من مره، وطالبناه وبدانا في القاهره الكبرى القليوبيه والجيزه والقاهره، واجتمعنا اكثر من اجتماع على انه ينشط الجمعيات الاهليه. وانا اتكلمت مع صديقي واخويا الدكتور طلعت عبد الاوي في هذا الامر. ارجو ان تكون هذه النقطه بدايه لتفعيل دور المجتمع المدني، ان يكون شريكا مع محافظات مصر كلها، وان يكون شريكا مع الدوله. وانا اسف جدا للاطاله، واسف عشان كنت بقرا من ورقه اكيد. أرجو إن احنا نعرض الأبليكيشن الآن بعد إذنكم. شكرا لحضراتكم جميعا. تطبيق العائلة المقدسة في مصر، The Holy Family in Egypt. التطبيق متواجد على كل المتاجر ويعمل على كافة أنواع الهواتف الذكية.
تستطيع أن تجده أيضا على موقعنا الرسمي www.hollyfamily-eg.com. حرصنا أن نضع بين يديك كل ما تحتاجه للاستمتاع برحلتك للتبارك من الأماكن التي خطت فيها العائلة المقدسة خطواتها. بالضغط على أيقونة مسار العائلة المقدسة في واجهة التطبيق فينقلك مباشرة إلى خريطة توضح أهم الأماكن التي زارتها العائلة المقدسة. ومن أيقونة بوابة العائلة المقدسة سننقلك إلى بوابتنا الموسوعية الإلكترونية. هنا أنت تحتاج إلى تذوق الفن القبطي وترى كيف أبدع الفنان القبطي في تصوير لوحات عن الرحلة المقدسة. هي صور بكل تأكيد ستمتع قلبك وتثري عقلك وتنقلك للمسير في موكب العائلة المقدسة. فقط اضغط على أيقونة صور. ومن عالم التواصل الاجتماعي القي نظرة مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك كنز لا ينضب، نملأه لأجلك دائما وباستمرار. هناك المزيد والمزيد. بالضغط على أيقونة المزيد في المنتصف ستظهر لك قاسمة كنوز جديدة من الخدمات والمميزات. هل تهوى مشاهدة الفيديوهات؟ اضغط على أيقونة اليوتيوب لتحضر معنا ما فاتك من أحداث واحتفاليات وتشاهد أفلاما تسجيلية وثقافية عن الرحلة. ربما تحتاج بعدها لمخاطبة أصدقائك. هنا ستحتاج فقط إلى أن تضغط على أيقونة الدردشة لتتواصل معهم جميعا من خلال الواتساب. لديك سؤال؟ تحتاج إلى مقابلتنا؟ تريد أن تكون صديقا لنا؟ اضغط على تواصل معنا. لدينا شبكتنا الاجتماعية الخاصة، ضع فيها ما تفكر به، صور رحلتك وانطباعاتك وشارك مع الآخرين، ومنها ضع لصفحتك الخاصة على الفيسبوك. مكتبة المواقع الصديقة الآن جاهزة لاستقبالك بين موقع وزارة الآثار والسياحة والهيئة العامة للاستعلامات إلى المواقع الرسمية للكنيستين القبطية والكاثوليكية. مكتبة مجانية بكل اللغات، كتب عن مصر، عن العائلة المقدسة، رحلتها تراث كامل سنغذيه لأجلك. مهلا، ربما نكون سنتوقف الآن ولكننا سنترك لك اكتشاف المزيد والمزيد من الخدمات المثيرة في التطبيق. نترك لك متعة اكتشفها. ادخل الآن وحمل التطبيق وتصفح موقعنا. والآن مع تدشين الابليكيشن هل لنا أن نرى الابليكيشن؟
كل الشكر والتحية لكل القائمين على تنشين هذا التطبيق. Many thanks to everybody who took participated in launching this very important application. And now, والآن الكلمة التي ننتظرها جميعا، كلمة قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك كرازة المرقطية. نشكر الله كثيرا على هذه الأمسية، هذه احتفالية مصرية خالصة. الموقع أحد المواقع الهامة جدا في التاريخ المصري هنا في المعادي كما شرح نيافة الأنبا دانيال، وأيضا الاحتفالية مصرية خالصة بالفيلم الذي شاهدناه والذي يحكي لنا عن مصر الجميلة. مصر الجميلة، الجميلة بالبشر والجميلة بالحجر الأثار والجميلة كالقمر بالطبيعة. ومصر بلدنا الجميلة كما شاهدناها في الفيلم أيضا الذي حوى مصرية خالصة في حكاياته ومشاهده وألفاظه وحواراته وإخراجه والموسيقى المصاحبة وأيضا الترانيم الجميلة التي أداها أبنائنا في الكورال. هذه احتفالية مصرية خالصة، وهذا يبين مدى الغنى الموجود في مصر، غنى التاريخ وغنى الطبيعة وغنى المواقع فضلا عن غنى البشر. والحقيقة أنا سعيد للغاية بزيادة الوعي بهذه الرحلة، رحلة العائلة المقدسة. نحن نحتفل بالعائلة المقدسة في كنيستنا القبطية المصرية الأرثوذكسية منذ القرن الأول الميلادي، ولها صلوات خاصة في الكنيسة، ولها يوم هو الأول من شهر يونيو من كل سنة، ولها احتفالية ولها مناسبة خاصة، بل نعتبر أن هذا العيد من الأعياد المتقدمة في كنيستنا ونسميها الأعياد السيدية، أي الأعياد التي تخص السيد المسيح، فهذا عيد متقدم في كنائسنا. ولذلك زيادة الوعي بحضور الأحباء السادة الوزراء والسادة المحافظون والسادة السفراء وكل المسؤولين، كل واحد في مسؤوليته، وتحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كنا نتمنى أن يكون معنا ولكننا نعلم المهمة التي كلف بها يوفقه الله، ورعاية جمعية محبي مصر السلام والأستاذ هاني عزيز وكل العاملين وكل الخدام والمتطوعين. أنا سعيد أن هذا الوعي يزداد في مجتمعنا، يزداد، وهذا الوعي يمتد أكثر وأكثر. الأسبوع الماضي كنت في زيارة إلى لبنان وتقابلت مع المسؤولين هناك، وكانت زيارة طبعا كنسية، ولكن تقابلت مع المسؤولين الأول في هذه البلاد الجميلة، فأحدهم أهداني كتاب فوليوم كبير كده وقال لي ده عملناه علشان نرصد بيه كل مواقع الزيارة المسيحية والإسلامية على تنوعها، فوجدنا في لبنان 500 موقع، فعملناهم في فوليوم كبير وقدمه لي، والحقيقة ابتديت اتصفحه وانا قاعد بتصفح كده عمال اقول اذا كان لبنان 4 مليون وعندهم 500 موقع مش عارف مصر يبقى فيها ايه. وغنى مصر بالحضارة، الحضارة التي تشبه الطبقات، layers، الحضارة اللي هي تشمل من الحضارات الفرعونية امتدادا للحضارات المسيحية للحضارات الإسلامية للحضارات الأفريقية لحضارات البحر الأبيض المتوسط لحضارات اللغة العربية، كل هذه الحضارات في الإنسان المصري. ولذلك
زيارة مصر ليست فقط مجرد زيارة أثر ولا زيارة مسار ولا حتى زيارة بشر، ولكنها زيارة لعالم خاص في وسط هذا العالم الكبير الذي نحياه. أنا سعيد بزيادة هذا الوعي وبامتداده وانتشاره واهتمام كل المسؤولين في وزارة السياحة ولها الجانب الأكبر في هذا الاهتمام، ووجود احتفالية هنا، وكنا في احتفالية منذ شهر في المتحف القبطي في مصر القديمة، واحتفالية هنا في المعادي بأهميتها، وهي نقطة التواصل بين رحلة العائلة في الوجه البحري ثم امتدادها في نهر النيل إلى أسيوط وإلى درونكا في أسيوط أيضا في النهر، نهر النيل العظيم. كل هذا يعطينا مقدار التاريخ العميق الذي نستند إليه، ويعطينا افتخار ربما يكون هو الافتخار الوحيد لإنسان على وجه الأرض بهذا التاريخ الغني. أيضا في أثناء زيارتي إلى لبنان، في أثناء مقابلة أحد المسؤولين الكبار، فجت سيرة مسار العائلة المقدسة، فبقول أن السيد المسيح ما زارش غير مصر، فلي لا ده جه لبنان، فقلت له أنا مش عارف هو جه لبنان ولا لا على السيد المسيح. فقام جاب لي كتاب برضو كبير كده وقال لي أن إحدى معجزات السيد المسيح صنعها في منطقة كانت على الحدود بين فلسطين وبين لبنان الآن، ويفتخر بذلك أن السيد المسيح صنع هذه المعجزة للمرأة الكنعانية في الكتاب المقدس في هذه المنطقة. طبعا المعجزة خدت يوم أو ساعات، فعدت أقول مال بقى الرحلة المقدسة اللي خدت عندنا 3 سنين و6 أشهر. فهذا فخر لنا جميعا كمصريين مسيحيين ومسلمين، وافتخار للإنسان المصري، وبركة فوق أنها بركة لبلادنا العزيزة. أنا أقدم شكرا لكم جميعا، وأشكر حضوركم واهتمامكم ومحبتكم الكبيرة، وشكر خاص لجمعية محبي مصر. السلام. شكرا. شكرا قداسة البابا على كلمتكم التي تتسم دائما بالطاقة الإيجابية، والتي نستشعرها في رحاب هذه الأجواء الروحانية. كل الشكر لكل السادة الوزراء والسادة المحافظين، السادة السفراء، وكل السادة الضيوف الذين شرفونا بالحضور للاحتفاء بهذه الذكرى العثرة، رحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر. We would like to thank you all for being with us today. والآن مع السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. Mubarak.
نفسي هو هو هو
الدنيا عايشة.